حرب تشرين تحريرية عادت للأمة العربية كرامتها، حرية أرض الجولان، مصر، سيناء، الضفة الغربية بعهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. لقد كانت حرب تشرين التحريرية نقلة نوعية بالصراع العربي الإسرائيلي. لقد قام الجيش العربي السوري آنذاك بدحر أسطورة الجيش الذي لا يقهر وهو جيش العدو الصهيوني، بفضل القيادة الحكيمة للقائد الخالد المؤسس حافظ الأسد رحمه الله، وبفضل دماء شهدائنا الأبرار انتصرنا بحرب تشرين التحريرية. لقد أعاد جيشنا العظيم هذه الذكرى بحربه مع الإرهاب، الإرهاب العالمي الذي حاول أن يمزق سوريا، ولكن بهمة رجال الله رجال الجيش العربي السوري دحر الإرهاب من كافة أراضي الجمهورية العربية السورية بفضل دماء الشهداء والجرحى. هي انتصار للجيش العربي السوري بعد كسر الإحباط العدو الإسرائيلي. حرب تشرين التحريرية نقطة تحول عظيمة لتاريخ الأمة العربية. والله أنا بالنسبة لي كنت واعية حرب تشرين، انطلقت 6 تشرين الساعة 2:00 ظهرا، وكانت حرب يعني بترفع الرأس. حررنا الحمد لله القنيطرة، وإحنا اللي زرنا القنيطرة وبنعرف هالشيء.